أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني لكتاب التربية الإسلامية. قبل أن نبدأ لابد من التعرف إلى الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. إذن أعزائي الطلاب، أهداف هذا الدرس التعريف بمحتويات الأسبوع مع ربطها بالمواد الأخرى. الموضوع الأول الذي سنقوم بتناوله أعزائي الطلاب هو حفظ النفس الإنسانية، صفحة 53 من الوحدة الثانية. عندما نقول حفظ النفس الإنسانية فنحن سنقوم بربط هذا الموضوع مع مادة العلوم، حيث سنتناول أبرز الأمور التي يجب الابتعاد عنها حتى نحفظ أنفسنا سليمين معافين من الأمراض، كالابتعاد عن التدخين ودراسة آثاره ومضاره التي تسبب السرطان وأمراض القلب والشرايين، حيث أن السيجارة تحتوي على مواد ضارة جدا كالنيكوتين وأول أكسيد الكربون، كما أننا سنربطها بمادة اللغة العربية حيث سنتعلم إلى مفردات جديدة. فعندما أقول حفظ النفس الإنسانية، تأمل الصور المرفقة أمامك، ماذا ترى؟ نعم، نرى أن هناك طالبين أو اثنين يفتعلان مشكلة، ولكن هذه المشكلة للأسف ناتجة عن ضرب، وهذا الضرب قد يؤذي الجسم جسدياً وقد يؤذيه أيضاً نفسياً. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. إذن هل نحفظ أنفسنا من خلال الابتعاد عن الضرب فقط؟ بالطبع لا، هو بالابتعاد أيضا عن الإيذاء عن طريق اللسان. إذن حفظ النفس هي حماية النفس من الهلاك والأذى ومن كل ما يؤدي إلى إلحاق الضرر فيها. ومن وسائل حفظ النفس هناك وسائل عدة، كأن الله سبحانه وتعالى حرم إيذاء النفس الإنسانية والاعتداء عليها بدنيا بالقتل أو الضرب، فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن هنا سنقوم بربطها بمادة اللغة العربية، حيث أن لا هنا المستخدمة في الآيات هي لا الناهية، كما أن الله تعالى حرم الانتحار فقال أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم. ثم أنه أيضا طلب منا وجوب التداوي إذا أصبنا لا سمح الله بمرض، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرب. كما أن الله تعالى حرم الإيذاء النفسي برفع السلاح على أحد أو ترويعه وترهيبه، وشرع عقوبة القصاص في حالة القتل العمد. هناك الكثير من الأنشطة والمصادر الموجودة في المنصة التعليمية، فلا تنسى الرجوع لها لتفهم أكثر. أما الموضوع الثاني الذي سنقوم بتناوله هو مرتبط ارتباط وثيق بالدرس السابق وهو حفظ النفس الإنسانية. فتأمل الصور الموجودة أمامك، تجد أنها كلها تؤدي إلى جسم صحي. فعندما أقول الغذاء الصحي يساوي حياة صحية، عندما أقول النظافة والطهارة هي أيضا حياة صحية، عندما أقول التداوي عند المرض واللجوء إلى الأطباء المختصين أيضا هي تدل على الصحة. فالصحة هي أن يمارس الجسم وظائفه على نحو كامل، والصحة تهم الإنسان لأنها تساعده على عبادة الله تعالى وعمارة الأرض وطلب الرزق، ومن خلالها تؤدي كل عمل مفيد لك ولمجتمعك. فلا تستطيع أن تمارس حياتك دون أن يكون عندك صحة. وكيف نعتني بصحتنا؟ كما قلت سابقاً، من خلال تناول الغذاء الصحي والابتعاد عن المحرمات من الأطعمة كتناول المخدرات أو شرب الخمر، والنظافة
ومن هنا نذكر أن الوضوء الذي نقوم به 5 مرات يومياً هو يحثنا على النظافة، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة. كما أن الرياضة هي وسيلة من وسائل المحافظة على الصحة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأذكر بأن التداوي أيضاً هو سبب من أسباب وقاية الجسم من الأمراض. لاحظ أن الصحة النفسية أيضاً مهمة، وهذا ما تقويه العبادات كالصلاة، فالصلاة حريصة على اطمئنان القلب وهدوء النفس، والصوم أيضاً يضبط النفس، والزكاة أيضاً تقينا من الأنانية. سنربط هذا الدرس بالعلوم من خلال فوائد بعض الأطعمة كالعسل الذي يحافظ على مناعة جسمنا ومقاومة الأمراض، ونبتعد عنه إذا كنا نعاني من بعض الأمراض كالسكري. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنقوم بتناولها أعزائي الطلاب. أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. أراكم في دروس جديدة، وإلى اللقاء.